اهلا بكم عم هانا بالبرمودا للسيارات شيفروليه 050-516-3525. استعدوا اليوم لكنز اكتشفته وهفرجكم عليه كمان شوية. يلا بينا. اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات. اليوم اكتشفت لكم كنز عظيم زي ما انتم شايفين، حديقه السيارات المعدله في بن حموده للسيارات. تعالوا ورايا عشان نشوف السياره اللي هنصورها النهارده. هنعمل لكم كذا حلقه، زي ما انتم شايفين السيارات ما شاء الله كلها متعدله وعليها تعديلات خطيره. هنصور واحده بس الحلقه دي وبعدين حلقه ثانيه وهكذا. امشوا معايا كده نشوف. طيب السياره اللي قدامنا دي هي اسمها تريل بوس، طبعا ال 6.2 ال 10 غيار انتوا اوريدي عارفينها، مش هحكي لكم عنها كتير. هقول لكم مره ثانيه 6.2 10 غيار 420 حصان، سياره مرفوعه 2 انش من المصنع. السياره اللي قدامنا دي بقى تعديل من بن حموده للسيارات زي ما انتم شايفين، شكلها ما شاء الله رائع. لو احنا شايفين عليها تعديل الشاهين، تعديل الشاهين زي ما انتم شايفين، تصفيحه عند الجير والماكينه تحت، الليتات ال ال دي في نص الشبك وعلى الجنبين، شعار اسود، حتى الشبك هنا فيه تفاصيل كتير باينه انا شايفها. الشبك كمان ده متبدل. السياره دي فيها كاميرات محيطيه اللي هي 360 زي ما احنا شايفين هنا. لو قربتوا شويه كده هتلاقي عند الغطاء المحرك مكتوب عليها سوبر تشارج. انا مش هفتحها ومش هشغلها، معيش مفتاحها بصراحه، بس زي ما احنا شايفين كمان عليها وايد بادي. الفندرز واضح ان هم فايبر، تمام. الرنجات متبدله، رنجات فيول قياسها، لو قربتوا معايا حد يقول لي هي سفين. اوكي 315 على 17 ما شاء الله، باها او باجا حسب ما انتوا بتسموها يعني، وميكي تومسون نوع التايرز، والرينج او الالوي ويل هو فيول. هي اسمها باجا اي اكس او باجا اكستريم خلينا نقول. طبعا معدل فوق تعديل الشاهين كمان، عليها دواسه طبعا ثابته، السياره مرفوعه 2 انش، عليها دواسه ثابته مكتوب عليها باها او باجا او باخا حسب اللغه. من الداخل زي ما انتوا شايفين بوس ساوند سيستم، تخشيب جلد، حتى الاستيرنج عليه موديفيكيشن من بن حموده للسيارات، عليه لون السيت محطوط على الاستيرنج. السيت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لونين رمادي مع بني، وزي ما احنا شايفين هنا لو نزلنا هنا تحت شويه، معانا طبعا مخرجنا ومصورنا العظيم مؤمن. هنا في تبريد في الكراسي، في دواسات على الارض محطوط عليها شعار الشاهين. السيارة عليها كمان المولدنج على جنب الابواب من ورا، هنا هيبين كمان سيت بلونين. طبعا التبريد في الكراسي الاماميه فقط، الدواسات كمان عليها هنا شعار الشاهين. الفندر الخلفي زي ما احنا شايفين كمان من الفايبر، هي كده وايد بادي السياره وعليها سبويلر ورا هنا كمان.
ودول اكزوست معمولين باللون الاسود المطفي شاهين باها اكستريم ما شاء الله. كاميرتين خلفيتين، اربع كاميرات محيطية، في عليها كمان البار هنا مكتوب عليه سيلفرادو. خلوني اطلع كده اتسلق شوية ونشوف ايه. في كمان بيت كوتينج، احنا ممكن نفتحه من ورا احسن. يلا زي ما انتوا شايفين بيت كوتينج كمان هنا ورا. السيارة دي ما شاء الله وحش متوحش. وانا عايز اتاكد من حاجة هنا كمان قدام. تمام، هي سيارة السسبنشن تبعها هو نفسه مش معدل عليه اي اضافات. واللون كمان لون خطير، واضح ان هو لون ما كانش متوفر عندنا قبل كده او مش موجود اصلا. سموه لي اللون ده رمادي رصاصي حسب ما انتوا عايزين. لايت جراي. لايت جراي ماشي. لايت جراي لو سامعك سامعني كده. لايت جراي. لايت جراي ماشي. المساعدين اللي سمحت، المساعدين اللي جوه الحاجه اللي فظيعه. السسبنشن تبعها ده سسبنشن المصنع، خلينا نقول ده اللي هو اسمه رانشو. تمام، بس نلف لفه كده لمحه كده بسيطه عن بقيه السيارات. وحش متوحش كمان تاني. دي سيلفر طبعا لونها فضي، عليها الفندرز العريض، عليها كمان رنجات فيول تواير او التايرز اللي هي قياسها مختلف. فين القياس؟ هي 305 على 55 على 20. الكاليبرز باللون الاحمر شاهين اكستريم، دواسة متحركة. الكاميرات المحيطية زي 71، حتى الشورت انتنة موجود. هنا كمان الدعمية مش متبدلة زي اللي احنا شفناها هناك. تعال نشوف لو في حاجة جوه مختلفة. اه طبعا كالعادة عندنا اختلافات وتميز فظيع. الجلد لونه كانتارا مع جلد، لونه عنابي مع بني غامق فظيع. اه وفي ستيتشنج كمان على الستيرنج شاهين هنا في الكوست. صحيح، وفي الستيرنج كمان عليه السندات برضه عليها الكانتارا. صحيح، ده من الخلف. وفي هنا سبويلر فوق زي ما انتم شايفين قطعتين. ومن ورا هنا تعالى يا مؤمن، تعالى يا مؤمن. طبعا دي اللي هو اللي بيقولوا عليها برو تيل جيت، انتوا عارفينها، فتحناها قبل كده. اهو بينزل كسلم، انتوا عارفين الحركه دي طبعا. هنطلع نتسلق. كمان في بيت كوتنج هنا سبويلرز، حلو، ده بيساعدنا طبعا في الطلوع والنزول. صباع واحد بس. تمام، دواسة متحركة. السيارة دي عليها اختلاف تاني انا شفته قبل كده. تعال كده يا مؤمن، انزل لي تحت هنا. من هنا عندي عليها حاجة اسمها ريدي ليفت كت، ده سسبنشن طبعا متغير عشان يدي نعومة في الطريق. خد لنا صورة كده كاملة منها هنا. بقية الوحوش دي هنصورها كلها في حلقة تانية ان شاء الله. تمام، ما تنسوش تشتركوا على اليوتيوب، ورانا على التيك توك، انستجرام، تويتر، فيسبوك. ايه كمان؟ بس كده كفايه. سناب شات. سناب شات انا مش نشيط قوي. سناب شات، لينكد ان. يلا شكرا. باي باي.